التزام سائقي الشاحنات المغربية بما أملته عليهم القيادة الصحراوية والدولة والدرك الوطني من نزع كل ما يتعلق بدولة الاحتلال من خرائط وحمل أعلام. طعام قدامكم بريك، نازعين كل شيء، قالعين كل ما يتعلق بدولة الاحتلال. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، كما تشاهدون الآن هذه مئات الشاحنات التي تعبر الأراضي الصحراوية قادمة من المغرب ذهابا وإيابا، وتحمل آلاف الأطنان من الخضر والفواكه والمخدرات ومواد البناء والطلاء والأعشاب والمواد الغذائية الأخرى، وتحمل ما لا يخطر على بال أحد. وبهذا تكون طريق القرقرات شريان من أكبر شرايين الاقتصاد المغربي، وهذا ما دفع النظام المغربي للقفز على المنتظم الدولي لتعبيد هذه الطريق التي جند لها كبريات الشركات المختصة بهذا المجال. ولا شك أن قلوب المغاربة الآن وحساباتهم معلقة على هذه الطريق التي يجني منها النظام الملكي في المغرب ملايين الدولارات، ويتوسع من خلالها للتقلقل في القارة السمراء لإقراغها بالمخدرات والمواد الأخرى. ومما لا يدعي أيضا مجال للشك أن تواجد أبطالنا المقاوير على هذه الطريق ومنعهم لتقدمها يشكل هاجسا وكابوسا مروعا للمغاربة الذين يعلمون جيدا أن هؤلاء الرجال قادرين في أي لحظة على سد هذا الممر ومنع مرور الشاحنات المغربية نحو موريتانيا.